شفت الصور دي قبل كده؟ قبل ما تجاوب انا عايز اقول لك ان اللي بعتهم لي قال لي ان هو بعتهم لك قبل مني. هو مين يا فندم؟ هو ده كل اللي فارق معاك؟ يا فندم ده اكيد حد من طرف المتهم وعايز يشغلني عن التحقيق معاه. وانت طبعا صممت ان انت تحقق معاه ومش عايز تركز مع حد غيره. مشكلتي اني صدقتك لما قلت لي ان انت هتكون اكتر واحد مهتم توصل للحقيقه. انا وثقت فيك، ما كنتش فاهم ان انت هتشتغل بدوافع شخصيه. فندم ابدا سعادتك، انا ما تعودتش ان انا اهتم باي رسائل بتجيلي من حد مجهول. الرساله واضحه، المجهول بيقول لك حقق مع نعيم دونجل عشان العداوه الطويله اللي بينه وبين المجني عليه. يا فندم نعيم دونجل ده كان في السجن وقت الحادثه. عذره أقبح من ذنب، يعني هو في السجن مش هيعرف يحرر على قتل ياسر الشواربي أكبر أعدائه؟ حاضر سعادتك، هطلب نعيم دونجل للتحريك. اتفضل سيادتك. بعد إذنك. اتفضل. أنت إزاي يا متر تمسك قضية زي دي؟ حضرتك اتهمت عيسى الفيه بالقتل وده من حقك وأنا بدافع عنه وده برضه من حقي. يعني تبقى محامي العيلة وتدافع عن مجرم قتل واحد فيها؟ يا فندم عيسى الفقي مش مجرم وما قتلش ياسر بيه، وأنا كنت متوقع إنك تشكريني إني بحاول أثبت براءته عشان نوصل للقاتل الحقيقي. تطلعه براءة؟ أنت جاي تهددني؟ يا فندم أنا بحاول أوضح لك الأمور. الحقيقة يا متر إنك ما صدقت تمسك قضية رأي عام عشان تتشهر شوية. يزعلني جدا يا فندم إن حضرتك تفقدي ثقتك فيا، لكن للأسف برضو مش هسيب قضية عيسى الفقي غير لما أثبت براءته. مش هيحصل، والمحكمة هتحكم عليه بالإعدام وانت هتخسر القضية وهتخسر كل شغلك معايا. عن إذنك يا مختار بيه. اهدي بس اهدي، تعالي تعالي استريحي اهدي. جرى ايه؟ ما كانش يصح تكلمي الراجل بالطريقة دي. هو انت معايا ولا معايا مختار؟ يا ستي انا مع الحق، بس الراجل كمان ما غلطش. الظاهر ان انا اللي غلطت انك افتكرتك هتقف معايا في ازمه زي دي، بس كل واحد بيدور على مصلحته. مصلحته؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا طلبتك عشان اعرف احنا هنعمل ايه في موضوعنا. هنتجوز. وهتقول ايه للهانم التانيه؟ مش هقول لها حاجه. يعني ايه؟ هنتجوز في السر. يا سلام. عبد السلام. انت بتقوله ده؟ انت دلوقتي بقيت عايز تتجوزني انا عليها؟ مش بالظبط، هو احنا هنتجوز في السر علشان بس محدش ينبغ لنا في الجوازه مش اكتر. هو انت لدرجه دي خايف منها ولا ايه؟ ما قداميش حل تاني على الاقل دلوقتي. ده مش حل اصلا، وانا مش ممكن اوافق على حاجه زي دي. هتوافقي عشان احنا لسه عايزين بعض، دي الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نهرب منها. لا احنا هنبعد عن بعض لما ابقى ارجع بقى من السفر، نبقى نشوف احنا هنعمل ايه. متاكده انك هتسافري فعلا؟ مين؟ ناحي بوليس. ستر يا رب. خير؟ انت والدة سارة رفاعي؟ ايوه. ده اذن من النيابة بتفتيش الشقة. ليه؟ بيسألني في النيابة. خش يا ابني. فاطمة. ايه منصور؟ ما تخافيش، تلاقيهم بيدوروا على حاجة تخص عيسى. عندنا؟ ما هم عملوا كده برضو عند وسيم. أصل المحامي قال لهم فين أداة الجريمة؟ قالوا له كده. طب والله لا تدور من الأول وجديد، وراحوا مقاطعين أبو نيتا دوير. يا نهار أسود.
الشقة دي قدامها كده يومين ثلاثة عشان ترجع زي قبل ما يفتشوها. أنا مش صعبانة عليا بس غير ماما. يا حبيبتي دخلوا عليها فزعوها وهي قاعدة لوحدها. ما احنا لساننا تدلدل عشان تيجي تقعد معانا وهي اللي راكبة دماغها. محدش عارف الأيام الجاية هيحصل فيها إيه. أنا بس مش قادرة أفهم ليه عيسى هيخبي المسدس بتاعه عندنا؟ ما هو وليد العربي كان نفسه يلاقي المسدس بتاع عيسى هنا عشان يثبتوا ان انا فعلا اشتركت مع عيسى في قتل ياسر. انا كنت قاعده في المحكمه وقلت خلاص عيسى هيطلع براءه. لا ما هو وليد لو فضل بنفس طريقته دي عيسى فعلا هيخرج براءه. يلا احسن خلينا نلاقي القاتل الحقيقي. انا مش عارفه بس انت ازاي هتمشي وتسيبيني وانا في الظروف دي. ما حبيبتي لسه في اجراءات سفر. يعني هتاجلي سفرك؟ ولا هتلغيه خالص؟ مش عارفه. طب هتعرفي امتى؟ وامتى هتقولي لي مخبيه عني ايه يا مريم؟ من ساعه ما روحتي تاخدي حاجتك من عنده وسيم ورجعتي من غيرها. محبتش اجي لك السجن، قلت اجي لك النيابه احسن. هو كله سجن بالنسبه لي. عيسى بلاش تيأس، الجلسه الاولانيه في صالحك. واضح انك معاك محامي شاطر قوي. ولو اني يعني انا زعلانه منك علشان رفضت المحامي بتاعي. ما كانش معايا تمنه. ومعاك تمن محامي رانيا؟ انا وافقت عليه عشان هو محامي ياسر اللي انا متهم بقتله. كان يهمني الرسالة دي توصل للمحكمة وللناس كلها. كنت فاكرني هاخد منك تمن المحامي اللي هجيبه لك؟ كنت خايفة اطلعك براءة احسن اكتبك باسمي قبل ما تخرج. يمكن اول ما عرفتك كنت بفكر كده. كنت شايفك صفقة من الصفقات اللي عشت طول عمري مش شايفة غير انها بتخلص بالطريقة دي. ولما اتقبض عليك ما بقتش عايزه حاجه خالص غير انك تخرج. حتى يا عيسى لو مش هتكون ليا. انت وياسر الشواربي بينكم قصه عداوه كبيره قوي. بالعكس يا باشا، ما كانش في بيني وبينه الا كل خير. خير يا راجل؟ هو الخير ده يخليه يحرق لك المخازن بتاعتك اللي في صفة اللبن ويخليك انت كمان ترد عليه فتأجر له ناس يبقوا عايزين يقتلوه في عربيته؟ هو ده الخير؟ ما حصلش يا باشا. اللي انا بلغت عنه في حرق المخازن ولا هو بلغ عني في محاوله القتل؟ طبعا، عشان كل واحد فيكم عايز ياخد حقه بدراع. يا باشا احنا رجال اعمال مش بلطجيه. ماشي، اخبار ارض العين السخنه ايه اللي خطفها منك في اخر لحظه؟ هو اللي خطفها؟ طب والله ما كنت اعرف. طب بلاش دي. أخبار ناصر إيه مدير مكتبك اللي باعك وراح اداله كل تفاصيل الصفقة الأخيرة وإنت في الآخر اتحكمت بتهمة قتل ناصر؟ وطلعت براءة يا باشا، بس موضوع بقى إن ناصر راح اتفق معايا مع الشواربي دي جديدة أول مرة أسمعها. طيب لما إنت بقى طلعت إيه اللي خلاك تقابل مراته؟ مرات الشواربي؟ لا خفيف، مرات ناصر. امسك الشاي دي برضه اللي معاك في الكافيه؟ ايوه يا باشا هي. دي جت تطلب مني مساعدة. طبعا عشان جوزها توفى وكده يعني، وانا ما قدرتش اتأخر عنها. قول لي نعيم، المساعدة دي بقى كانت مادية؟ ولا كانت جاية تقبض التمن انها ساعدتك في قتل ياسر؟ يا سعادة الباشا، وانا لو عايز اقتل حد، هجيب واحدة ست تساعدني. طب وايه المشكلة؟ أنت جوه وهي بره. وأنتوا الاتنين مصلحتكوا واحدة. هي مش دي برضه نسمة اللي لقوا بصمتها في شقتك ساعة قتل جوزها؟ أيوة يا باشا، وقلت في التحقيق إنها جت عندي عشان تتحايل عليا أرجع جوزها الشغل تاني. ده اللي حصل. ماشي. باشا عاوزني في حاجة تانية؟ أنت على أقوالك. على أقوالك يا باشا. بعد إذنك يا باشا.
اتفضل. ممكن نتكلم شوية؟ خير؟ ده طلب أجازة مفتوح، مش هينفع نكمل شغل مع بعض وإحنا كده. وإحنا كده اللي هي إزاي يعني؟ مش واخدة مني موقف عشان ما سمعتش كلامك وشهدت بالحق. وهو اللي أنتي قلتيه ده كان شهادة حق؟ أنا قلت اللي أعرفه. الحمد لله. المحامي خد شهادتك دي لصالح عيسى؟ مين قالك إني كنت رايحة أشهد ضد عيسى؟ يعني أنتي مش هتزعلي لو عيسى طلع براءة؟ أكيد طبعًا مش هزعل. أنا زعلانة عليك أنتي. مستعجلة قوي على براءة عيسى من غير ما تتأكدي منها. ومستعدة تخسري الدنيا كلها علشانه. أنا خايفة في الآخر تكتشفي إنك مخدوعة فيه. في حاجة تانية عاوزة تقوليها؟ أيوه. أنا خليته طلب أجازة. مش استقالة. بس نفسي تلاقي حد غيري. اتفضلي. عارفه بقالك قد ايه ما زرتيناش؟ يا سلام، ليه اسمع كده يقولوا لي انتوا الاتنين مقطعين مجيه عندي في البيت؟ ايوه بس لسه فاكرينها وبتجيب لنا اكل معاكي. عشان عارفه ان انتوا الاتنين اخيب من بعض في المطبخ. طب ما تخليكي جدعه بقى وتقعدي معانا شويه وتعلمينا شويه حاجات. ليه يا حلوه؟ لا بغيرها. الشقه دي عمرها ما هتبقى بيتي. استرى بقول لك ايه؟ امك جايبه لك المسقعه اللي بتحبيها. لا ما تقوليش. وجايبه لك انت كمان الرقاق اللي انت بتحبيه ما تعرفيش تعيش من غيره. ما تعرفش تعيش من غيره ايه؟ ده احتمال كمان تأجل سفرها طول عمري يا وسيم شايفاك احسن زوج لبنتي. كنت بحمد ربنا على حبك ليها. حاربت معاك عشان تتجوزه. وياما وقفت ضدها وغلطتها في كل خلافاتكم مع بعض. وجيت على قلبي وشهدت ضدها في المحكمه. وكنت هخسرها. عارف ليه؟ بس عشان هي ما تخسركش. عارف يا وسيم؟ أكتر يوم في حياتي كان حزين هو يوم طلاقكم. أنا حتى ما كنتش عارفة أزعل على بنتي قد ما زعلت عليك. حتى لما روحت اتجوزت عليها وأنتوا لسه في العدة. من جوايا ما كنتش عارفة ألومك. لأني كنت عارفة إنك مظلوم فيها. وإنك محتاج تحس إن في واحدة ممكن تعوضك عنها. وأديكوا ضعفتوا. وغلطتوا مع بعض. برضه انتوا لسه في العدة. هي مريم قالت لك؟ هي كانت ممكن تخبي عليا ان انتوا رجعتوا لبعض. بس كانت هتخبي الحمل ازاي؟ مريم حمل. كنت متأكدة انك ما تعرفش. وكنت جاية النهارده اتكلم معاك. وانا مش عارفة اذا كنت هتفرح ولا هتزعل. ما لقيتش السكرتيرة برا، اضطريت ادخل على طول. اتفضلي. انا قلت اجيلك بقى هنا بعيد عن البيت عشان نتكلم براحتنا. يعني اصل انا عارفه ان مامتك كرهاني قوي. هنتكلم في ايه تاني؟ تقسيمه التركه واحنا عارفينها، واعلام الوراثه هيظهر بعد شويه. مظبوط. اعلام الوراثه هيحدد نصيبي في الشركه، بس مش هيحدد مسؤوليه كل واحده فينا. مسؤوليتها عن ايه بالظبط؟ عن اداره الشركه اكيد. انتي